مرحبا بكم. عندي عند روح المائدة. وش أحوالكم البنات؟ يا نساء، يا خواتاتي، يا بناتي، إن شاء الله دخلت عليكم وندخل عليكم ونونسكم ونفرحكم ونجيب لكم دي غوسات هكذا ينحو على خاطركم، ولعلك شو وحدة ما تعرفش نحي لها حيرة ولا حارت واش الطيب ولا لا. تشوفوني الصباح، أنا بعمادة نديرهم لكم الصباح باش تشوفوهم، غيري لا كانت لا كونكسيون هذه النهارات شوية راهي ثقيلة، لي فيديو تاعي راهم يخرجوا العشيه الا غالب، باسكو نبدا نشارجيهم في الليل مع لا كونيكسيون الناس كامله يتخدم في الدار بها ولا غنقصت، دونك الا غالب لا فوت ماشي تاعي. دونك انايا حبيت ندخل عليكم نونسكم نحي عليكم حيره، هذوما لي غوسات نتاوعي، نحب نبارطاجيهم ونحب نمد لكم واش نعرف لعل يعجبكم الحال، لعل ترفدوا اونيدي، لعل تتعلموا. كاين شي بنيتات ولا دي جون في ولا دي جون نوفال ماري دي نوفال ماري ولا يحبوا يتعلموا، كاين ما صابتش شكون يعلمها ما قدرتش ما هكذا. لي ريزو سوسيو هذو يعني رحمه، راهي رحمه اللي يستعملهم في حوايج ملاح. دونك فوالا، انا درت لكم اليوم حساء نتاع البازيلاء ولا سوب دو بوا كاسي، معروف طبق جزائري قديم ومن زمان الناس يديروه، وانت على الزواليه وانت على الناس لاباس بيهم وانت على الشتا، سي تان بلا ايفيرنال يعني تاع الشتا، كيما هذ النهارات راهي شويه بروده راك تشوفوا درنا سوب فوالا. ودرت معاهم الخبز، هذا الخبز حبيت نوريه لكم برك كيفاش راني نقطع فيه ونستف فيه قبل ما نفطروا فوالا. دونك هادو كامل لقطات يحفزوكم ويورو لكم باللي اللي عندها الصنعه في يديها كيما يقولوا خير من الدنيا والمال تاع الدنيا كامل، الصنعه في اليدين تبقى. دونك اللي تعرف كاش حاجه ولا حتبقى لها طول الدهر، تجينا وقت صعيب هكذا ما نقدوش نخرجوا ولا خو نخدموا بيدينا، راكو تشوفوا راكو تشوفوا بعينيكم توتي في ميزون يعني بالماكله بالخبز. انا حاجه ما راني نشريها ابار لي زانغريديون ولا الخضره هذه وبليجي نشروها. جوزو هنايا راك تشوفوا انايا كي حطيت لكم ذاك الطبق تاع الخبز وزدت حطيت هذيك الغرفيه ولا كيما نقولوا حنايا طويص ولا مخفيه تاع شوربه بواكاسي بالفرميسال، درت لها شويه معدنوس وراكو تشوفوا كيفاش جات عقده، هي فيها شغل غلوتين بالبزاف دونك تخثر بالخفيه بيتسقوها من تعقد من. دونك تتسير بمعدنوس وبرجقارس، هذه هي لا سوب دو بواكاسي. جوزوا معايا هنايا بسم الله نبدا الوصفه من الاول للاخر. الحاجه الاولى نوري لكم مكونات بسيطه ما فيهاش يعني حاجه كبيره، نوري لكم هاي ليك الفيرميسال اللي استعملت انا برك شويه خشينه تعمر سيم تاعو رقيق عليها فوالا. دونك الحاجه الاولى نفوتو نديرو هذيك الجلبانه، هذيك الجلبانه يا بنات ويا نساء ويا خواتاتي ويا بناتي، الجلبانه هذيك من برا ديريكتومون هاي ليكم نديرها لداخل الماء سخون، نغسلها ماشي نفوت نشمخها، سمعوا مليح، نشللها تشليله ولا زوج ولا ثلاثه على حساب الوسخ اللي فيها. شوفوا بعينيكم كيفاش ولا الماء رايح فيغ يعني فيغ داتر، رايح شغل ملوث كامل، ما باش يديروا لها الدواء ولا هذيك التشليله الاولى رميتها، هاني زدت ان دوزيام وراني نشمخ بالماء سخون. راك تشوفوا لي بولوار هذاك سي دو لو شود يعني الماء سخون، زيد تشوفوا راني نشلل فيها ونحكها نحك تخي تخي بيان هكذا باش يخرجها كامل هذاك الدواء ولا ما باليش واش يديروا لها، المهم باش ما تكوزش يمكن يديروا لها كاش دواء الله اعلم. كي نشللها نزيد نعمرها بالماء سخون ونخليها تتنفخ عادي كيما العدس فوالا. دونك نشدو لا كوكوت مينوت، كاين اللي قالت لينا ما عنديش لا كوكوت مينوت كيفاش ندير، قلت لها يا مخلوقه نوضي الصباح بكري طيبي ما كوكوت مينوت واش دير، تزرب لكم هذا ما كان سختو وحده هكذا يوتيوبرز كيما حنايا هكذا الغالب انا وبليجي نزرب مية حاجه نخدمها. دونك لي فيديو يشدوا الوقت يعني لا كويزين ملي ندخلها الصباح حتى فايت 12 وانا فيها، باسكو وري من ديري من سي با ايفيدون دو فير اون فيديو، سمعوا مليح ماشي حاجه سهله. دونك انا اوبليجي دي فوا ندير، وهذو لي كون البقوليات هذا العدس اللوبيا هذا انا كاع نديرهم في لاكوكوت مينوت، من زمان الناس يديروهم في لاكوكوت مينوت، اللي ما عندهاش تبكر على فطورها هذا ما كان.
درت مغرفه صغيره تاع الزبده وزوج مغارف ولا ثلاثه تاع الزيت، ومن بعد درت بصله كبيره تحب البصل كيما شفتوا، نقيتها ورميتها هكذا يا شلخات كبار يعني، ما هنا رايحين ميكسي كلش. حبيبه زروديه ثان قطعتها، هذاك العنقيق كان عندي عنقيق في الكونجيلاتور اللي بو مخصو ناكلوهم جواز، وهذوك نديروهم راكو تشوفوا شرابي ولا نديروهم، دونك رميتها لداخل باش تبنن لي. هذا ما كان نقدروا ما نديروش، راني با اوبليجي. ومن بعد درت هكذا يا شطيبه تاع معدنوس، وزدت سناتو، سنه وحده كاين اللي ما يديروش وكاين انا نحبها ندير سنيناتو. راكو تشوفوا راني ندير في الكركم، انا الجلبانه نحبها بالكركم هكذا يعجبني الكركم في ريحه الجلبانه، ما نعرف كل واحد يدير واش يحب. وفيها ملح وفلفل الكحل، بالك الملح في الاول ديروا بزاف باش طيب لكم بالخف يعني، ما تعصمت ما تقرسلش كيما نقولوا، دونك في الاول ديروا غير شويه باش ما يطيب لكمش هذاك طياب صامت من الاول. ومن بعد كي يدخلها طياب وخلاص نزيدوا نملحوها، نقلي وان بو مومو بعد نزيدوا هذيك الجلبانه نصفوها. هذا ما كان يعني حاجه سهله وبسيطه تاع زواليه تاع تاع الوقت هكذا. دي فوا نكونوا مديقوتين ما نحبوش نطيبوا ولا با نقولي نديروا سوب هكذا تري رابيد سهله، فك كوطه هكذا طفي لها وروحي تكونيكتي ولا روحي ترقدي ولا دي فوا الغالب كيما يقولوا الخاطر كي يكون مواسيل اليدين يتكتفوا. وانا واش ندير، انا حبيت نوري لكم هذه لاستيوس تاعي بلا كاين اللي يديروها، انا ندير زوج شطبات ولا شطيبه تاع نعناع، راهي شاهي النعناع وقته دوكا ربيع، ومن بعد نمرق. هذا واش فيها يعني، ماشي حاجه كبيره ولا تدي الوقت، ما تدي لكم وقت، ما غاليه ما والو يعني، راكو تشوفوا اقتصاديه 100% سهله وكامل الناس يقدروا يديروها. طفله صغيره كنت توري لها هكواك ديرها يعني، ما دومونديش كيما يقولوا تمعلم بزاف. وهذه هي وحنا نحيرو نحو حيره تاع فطور ولا تاع عشاء فوالا. دونك نمرقها ونخليها طيب، انا غلقت عليها 15 دقيقه سوا سوا. لو سيفلينا عندي هذيك الاخرى نريغلي لها لا مينوتري، ومن بعد كي صبتها طابت خلاص تحرحلت ما بقى فيها والو، نحيت هذيك العنقيقه ما نقدرش نميكسيها بالعنقيقه، هذيك دوك كي تبرد نفتتها. تحبوا ترجعوها لداخل وتميكسيو كلش، ولا ابخي كي تميكسيو خلوها هكذاك شلخات شلخات لداخل فوالا. دونك نشد لها انا الميكسور، بصح تفكرت باللي مسوسه هنايا هاوليك راح نزيد لها الملح. اكو شفتو دوك نملحها باش تولي لي يعني، ذوقوا نتوما وشوفوا الملح فوالا. ومن بعد نميكسي عادي كيما سوبا وخلاص. انا كي بانت هذيك القدره مظلامه انا درتها جوست باش طيبها لي، عاودت رجعتها في هذا الطنجره هذه باش تبان لكم بهيه. هذا ما كان كي رجعتها بدات عاودت غلات، زدت لها شويه ما كانت شويه ثقيله، زدت لها ما سخون غاليه ورميت كميشه حفينه يعني نتاع الفرميسان، ما تكثرولهاش باسكو ديجا هي راهي عقده. دونك انا زدت لها يا ربي شويه برك، هذا ما كان، وتاكلوها ان شاء الله بالصحه ولهنا. راني نحيت لكم حيره غدوة صبحوا ديروها ان شاء الله برك، لا فيديو هذه تلحقكم الصباح كيما مالفا. هذا ما كان، وديروها لعل يعني تعجبكم، ولا بالك طريقتي مختلفه على طريقتكم. دونك فوالا راني نسقي فيها كيما راكو تشوفوا يا سخونه، وسيربتها بهذاك الخبز. ما قدرتش نديرو اليوم لغالب لا فيديو تخرج طويله فوق اللازم تولي ممله، دونك خليها نهار اخر. ولا ماذا بيا تبقاو تبعوا فيا، فعلوا الجرس الاولاني باسكو كاين بزاف اللي يقولوا لي ما صبناش ما ايش تلحقنا. نقول لكم كاش ندير لكم يمتيت فيديو على جال هذو اللي ما يعرفوش كيفاش يكليكي وين باش تعود تجيهم دائما جديد. دونك فعلوا الجرس هذاك الفوقاني وين مكتوب توت كاين كلوش قدامها، ديروا جام حبيتوا ديروا جام، ما تحبوش دبروا رسالكم وبارطاجوها مع الناس اللي تعرفوهم على احبابكم ميتو. هذا كامل الفايده ليكم يعني، فايده ليا وفايده ليكم، انا ماشي غير انا اللي راني نستفاد، ما انا راني نمد واحد الجهد كبير 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 ربي اللي عالم به، راني نفيدكم وانا نحب سي افيك بليزير لي نبارطاجي معاكم هذا المواكل اللي نعرفهم
وتعلمتهم بارسي بارلا، وتعلمتهم من يما، وتعلمتهم من فلانة وفلتانة. يعني هذه هي وسيتان دون. أنا من بكري نحب هكذا الكوزينة ونحب نفنن، وهذا هو. وإن شاء الله راكو استفدتوا كامل، وإن شاء الله راني ونستكم شوية. دونك نعود لكم بصحتكم وبصحة وليداتكم، وتاكلوا بالصحة ولهنا، وإن شاء الله ربي يلاقينا في ساعة الخير دايما، ونتفائلوا خير نصيبوا الخير. مع السلامة يا أخواتات ويا البنات، إلى اللقاء وموعد واحد آخر إن شاء الله.